الا صحيح حسن، في واحد وجه سأل عليك. واحد؟ واحد مين؟ بقول اسمه علي، الدكتور علي، وبيشتغل تمرجل. عاوز حسن الرشيدي. عاوز حسن الرشيدي. مش انت لوحدك اللي عاوز حسن الرشيدي، انا كمان دايخ عليه وبدور عليه، فقلت يعني لو نقدر نتعاون مع بعض ونلاقيه سوا ده هيكون لطيف جدا. ما تبطلي بقى تمثيل، هو انت فاكراني عيل صغيره صدق الكلمتين اللي بتقولهم لي؟ انا عارف انا في دنيتك قد ايه، انت كل حدك شغل والباشا ودنيا الباشا، الدنيا اللي جننتك وهوستك بالمناظر والفلوس والدهب. بص لنفسك، بقيتي صوره من غير روح، خايفه؟ ودي مش اول مره، عملتيها قبل كده كتير. بس انت عارف بقى السبا وكده، من ساعه ما فتح ومشاكل وشغل كتير، يمكن الحاجات دي موتراني وتعباني فمأثر عليها شويه. بتدور عليا ليه؟ انت حسن الرشيدي؟ ايوه حسن. عمال بتسأل كل الناس ليه عليا؟ أنا علي السيد، الدكتور علي السيد، أشتغل في المستشفى اليوناني في اسكندرية، أكيد أنت عارفها، والدتك كانت بتيجي تتعالج عندنا. وكمان محافظينك تقول إيه؟ أنت مين اللي بعتك يا الباشا ولا عادل؟ أنت؟ محدش بعتني، أنا جاي عشان أرجعك اسكندرية. عايز أرجع اسكندرية ليه؟ ورد. ورد؟ وانت تعرف ورد منين؟ حضرتك ورد في حالة غيبوبة، أو ممكن تقول حالة تجمد، هي حالة غريبة على الطب، والحالة دي صابتها بعد أنت ما سبتها ونزلت مصر، ومش هترجع إلا لو رجعت ليها أنت. ما أقدرش. ليه؟ ازاي؟ ما ينفعش، او زي ما تقول مش عايز، ما بقاش ينفع خلاص. وورد وحياتها وحبها ليك؟ حياتها وحبها؟ بص كده حواليك على الاشكال دي، تفتكر دي مناظر يفرق معاها الحب والحياه والكلام الفاضي ده؟ وانت حبيتها ولا ايه؟ لا لا، بس انت بتقول انت دكتور ومستشفى وجاي من اسكندريه لحد مصر ورايا وعمال تدور عليا وكل ده عشان شغلك؟ لا طبعا، انت اكيد واحد بيحبها حتى لو مش ليك. الكلام اللي بتقوله ده مش صح، انا ما اعرفش عنها اي حاجه عشان احبها، انا مش عايز اي حاجه لنفسي، انا بس عايزها ترجع تعيش، مش عايز اي حاجه، حتى اسال مدام ذكرى، انا قلت لها كل حاجه. كل حاجه؟ يا نهار ابيض، ده انت بتحبها بجد؟ وانت بقى ايه اللي عرفك ان حياتها واقفه على رجوعي؟ الحاله اللي فيها ورد حاله نفسيه، زي ما قلت لك رجوعك ليها هيرجع ورد تاني للحياة. وليه مش العكس؟ ازاي؟ ليه ما تقولش ان رجوعي ليها هيوسخها بدم الناس اللي هيموتوا؟ واولهم انت. ما انت بعد اللي شفته مش هينفع تعيش. زكي، خدوه على جوه. حسن انا مش عايز اي حاجة، بس ارجع الورد. ارجع لي يا حسن.
صباح الخير. صباح النور. معلش استاذنك بس بيت رشيدي فين؟ الله يرحمه. على ايدك الدور الثاني على ايدك الشمال. شقه دي؟ ايوه. شكرا. خلاص يا امين انا ساب المحطه لوحديها. ما انت طول عمرك قاعد في المحطه عملت. شوف يا نادي امين على الباب. تعالى اقعد جنبي هنا. هادينا قعدنا يا ست. اتفضلي قول عايزه تقولي ايه. بص بقى. بص ايه اسمعني. ايوه حضرتك بتسالي على حد؟ شوفي هي ورده مستكنه هنا؟ لو عارفه. لا هنا اتفضلي. اصلا انا جايه اطمن على ورد. ماما واحده جايه بتسال على ورد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. ميرسي. اهلا وسهلا. وانت حضرتك صاحبه ورد؟ لا انا بشتغل في دار نشر ومعظم شغلنا بنطبعه في المكتب اللي بتشتغل فيه ورد. بصراحه لما رحت اسال عليها اتفاجئت بحكايه مرضها فقلت اخد العنوان واجي اطمن عليها بنفسي. فيكي الخير. ميرسي. تعالي اتفضلي. تشربي ايه بقى؟ ميرسي ربنا يخليكي مفيش داعي. لا لازم تشربي حاجه. اعملي حاجه للضيفه يا ندى. حاضر يا ماما. اتفضلي. اتفضلي يا حبيبتي. حبه عيني يا بنتي. انا على الرقده دي من ساعه حسن ما سافر. انا اذنك دي. الو. لا ميرسي قوي انا مستعجله ولازم امشي. ميرسي. ميرسي. هو حضرتك بقى تبقى الكروان التاني؟ مش ملاحظه انها غريبه انك تيجي لغايه هنا؟ ايوه
مش فاهمة قصد حضرتك، يعني إيه الكروان التاني؟ حسن هيبقى يفهمك. بلغي سلامي، قولي له خلق جمعة بيسلم عليك أوي. يا حسن يا حسن استنى يا حسن، أنا بكلمك. رد عليا يا حسن، انت ليه عملت كده؟ عملت ايه يا عبد المعطي؟ ليه خطفت علي وورطته معاك؟ أنا واخترت اكون معاك بكافي، لكن هو ذنبه ايه؟ ده كان جاي عشان يساعدك. يساعدني؟ طب ما انا كمان عايز اساعده، ده انا هعمل معاه واجب مش هنساهولي طول عمره، هوريله الدنيا على حقيقتها. اصل زي علي ده ما شافوش غير الوش الحلو من الدنيا، لازم يشوف الوش التاني الوش الوحش، وساعتها يختاروا هيعيشوا في الدنيا دي ولا الدنيا دي. انا برضك مش قادر افهم هو ضرك في ايه؟ ده جدع طيب وغلبان. انت كل الناس عندك غلابه وطيبين، حتى الناس اللي ظلموك وجوم عليك برضه طلعت لهم اعذار عشان تنسى الدنيا وما تفكرش وما تواجهش نفسك بالحقيقه. عبد المعطي، انا كنت سبتك لوحدك بعد ما خرجنا من السجن كان زمانك دلوقتي متهان ومتمرمط، كان زمانك دلوقتي لسه عايش فرخه السجن اللي بيدوسوا عليها. اصحى اصحى فوق وشوف الدنيا على حقيقتها يا عبد المعطي. انت ما بقتش شايف قدامك يا حسن، انت بتعمل كده عشان تنسى حسن القديم اللي عشق ورد، اللي مهما عمل برضك مش هيقدر ينساها. وانا قلت لك ما تفتحش الموضوع ده تاني يا عبد المعطي. بتضربني يا حسن؟ ده انت الوحيد اللي كنت بتحوش عني، ما كنتش عايز ازعلك. أنا بقول كده عشان بحبك وبخاف عليك. زي ما قلت لحضرتك يا مدام، فضلت واقف على باب المدرسة لحد ما كل الاولاد ما خرجوا، ودخلت المدرسه ودورت عليه وعرفت ان كان موجود لغايه اخر حصه، وبعد ما الجرس ما ضرب ما حدش شافه. يعني خرج من باب تاني؟ الارض انشقت وبلعته من الساعه 3 دلوقتي ما نعرفش عنه حاجه؟ ما اعرفش يا فندم، انا قلت احتمال يكون حضرتك انت اللي خدتيه. حضرتي ازاي؟ ما انا كنت اقول لك يا غبي. مروان يا فندم مستحيل يخرج من باب المدرسه من غير ما انا اشوفه، ممكن يكون حد دخل جوه المدرسه وخده، ابوه مثلا. اكرم، مولك تعب وتغطس وتجيب لي اكرم، ما ترجعليش من غيره. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. هنشوف يا اكرم، هنشوف. ايه حكاية الكروان التاني يا حسن؟ انت مين قالك على الكروان التاني؟ انت رحت اسكندرية؟ ها؟ ايوه رحت، وقابلت خالك وهو اللي قال يسألك. مش بس كده، وعرفت ان وردة تعبانة ما قلتليش، وأكيد عرفت من علي لما جالك. كان لازم أشوف علي حسن، ما قدرتش. كان لازم أشوف مين ورد اللي بتنطق اسمها وأنت نايم في حضني وكامل. وأنت كمان كدبت علي. فاكر لما قلت لي انك مسافر اسكندريه عشان تشوف اهلك، وقعدت اكلمك ما بتردش وتقفل عليا،
كنت فين ساعتها؟ كنت مع مين؟ ايه اللي في حياتك يا حسن مخبي عليا؟ حتى لو كتبت عليكي ورد من هالسم كان لازم تقولي انها تعبانه بالشكل ده. اقول لك عشان ترجع لها يا حسن وتسيبني؟ انا عارفه ان دي نهايه الحكايه، حتى وانا بماني نفسي بيك عشان تفضل جنبي هتسيبني يا حسن. حتى في حالتها دي هتختارها هي. مش فاهم انت ليه مصممة تقارني؟ ليه مصممة تخليني اختار؟ عشان هي دي الحقيقة. أنا ووردة ما ينفعش نكون مع بعض في نفس الوقت في حياتك. أنت في قلبك مكان واحد بس. هيكون من نصيبي. هيكون من نصيب ورد. وقريب قوي. هتتحط في الاختيار ده. وأنا من دلوقتي عارفة إيه هو اختياري. ارجع لها يا حسن، ارجع لورد. ورد مستنياك تروح لها وتحمسك وتشم ريحتك عشان ترجع لها الحياة من تاني. وانت كمان يا حسن، انت كمان مستني اللحظة اللي هتروح لها فيها تاخدها في حضنك. ورد الاختيار الصح يا حسن. ده في يوم من الايام قلتلي ورد بقت ذكرى، وانا دلوقتي بقولك خلي ذكرى تبقى ذكرى حلوه. ارجع لها يا حسن، ارجع لها. ازيك يا حبيبي؟ انت كويس؟ مالك يا نناة؟ نناة كبرت يا حبيبي، بقت بتنسى بسرعه. ايه مالك قلقانه من ايه؟ هو انا مش قايل لك برضه ان انا هاخد الولد وهيقضي معايا اليوم؟ ولا بالنسبه للذاكره ايه؟ شيخوخه ولا ايه؟ اطلع يا حبيبي غير هدومك وخد الشاور بتاعك ابستيرز. لسه برضه مصدقه انك ممكن تمنعيني من اني اشوف ابني؟ اخر حاجه كنت اتخيلها انك تخطفه بالطريقه الحقيره دي. اخطفه؟ انا مش بس اخطفه، ده انا ممكن اخطفك انت شخصيا لو عاوز. اهدي بقى كده علشان الكلمتين اللي هقولهم دلوقتي مش هكررهم تاني. أنا مش جاي الليلة دي علشان أستعرض قوتي في إني أقدر أشوف ابني وقت ما أحب، لأن ده موضوع مفروغ منه، مش محتاجين إن إحنا نتكلم فيه. أنا جاي أقول لك العكس.
انا جاي اوصيك عليه. يعني يعني انا ممكن اسيب لك مروان بس بمزاجي مش غصب عني. هسيبهولك عشان كذا سبب. اولا ان مروان محتاج حد زيك يبقى جنبه وياخد باله منه يحافظ عليه، وانا ما عنديش وقت. ثانيا بقى اني ما بقتش الاب اللي انا كنت اتمناه لابني، وجودي جنبه ممكن يضره اكتر ما ينفعه. انا مش عارفه اقول لك ايه. لا ما تقوليش حاجه حبيبتي، عشان دي لا هي هديه ولا منحه بديها لك، دي مهمه شاقه، مسؤوليه، مسؤوليه كبيره، ولازم تعرفي انك انت هتبقي مسؤوله قدامي عن اي حاجه تخص مروان. لازم تخافي مني اكتر لاني ما برحمش. فهماني يا ماما؟ فاهمه؟ سماح تقدر تروحوا. تقول في ايه يا عزوز؟ اللي حصل طيب ريحني؟ لسه في مشكلة؟ عايزين يموتوك؟ اسمي ديهان. يعني ايه؟ ديهان دي هي اسمي. اللي من غير مليات شهر، ومن غير الوان. وعزوز دي اللي كنت بستخبى بيها ورا الالوان. مش مهم اسمك الحقيقي، المهم انك رجعت لي بوشك الحقيقي، مع ان انا كنت بحب اسم عزوز اكتر. طيب طمني، انت فعلا رحت وقدمت كفنك؟ قدمت الاهل من كفني. عمر بحاله هو بيكبر قدام عيني وملامحه بتتنحت يوم بعد يوم. هربت، والله ما كان قصدي، كان نفسي اشوفه. لما رجعت ما لحقتش اخده جوا حضني. تعرف يا ناديه محمد ده لما فتح عينه في الدنيا أنا اللي فتحتها له، ولما قفلها أنا برضه اللي قفلتها له. مش انا اللي عملت يا نادي، العشق هو اللي عمل. انت مش عارفه الدنيا ايه بتعمل معانا كده ليه؟ احنا هنفضل طول عمرنا في دايره الطرد يا عزوز؟ عزوز انت ناوي تاخد بطارك؟ دي اللي امي كانت عايزاها، بس باب الدم لازم يتقفل. فيانا كده انا كنت ناوي اقدم كفني فاضي ورجالي بأغلى الناس عندي. قومي يا نادي، خشي فرحي ورد، قولي لها ان احنا هنتجوز.
عشان احميكي وبعدين احكي لك. عارفه مين كان هنا ولسه ماشي؟ عزوز، قصدي دياب. قال لي ان موضوع الطار خلاص خلص يا ورد، وقال لي انه عايز يتجوزني. عارفه كمان قال لي ايه؟ قال لي مفيش فرح يا ناديه غير لما ورده تقوم بالسلام. شفتي بقى؟ اديك انت اللي معطلانه دلوقتي. يلا يلا قومي بقى يا ورد، عايزين نفرح. يلا قومي. انت على حسن وانا على عزوز. انت مغمضه ليه؟ مالك في ايه؟ في تعبان راسي. راسي في رجلي. طب اصبر ما تخافش ما تخافش. هموت يا حسن. يا علي علي زكي تعالى شوفه ماله. حسن تعالى تعالى، انت مش بتكتر. شوف في حاجه قرصته. يا ست تعبان. طب عالجه. عالجه ازاي؟ انت عايز مضادات حيويه، اكيد مفيش عندك هنا. طب حيوي ايه؟ يا زكي قوم تعالى. قوم. شد عليها جامد. روح وديه، اوعى يهرب منك، هات اللي انت عايزه. عمري ما هسيب حد يموت ورايا. طب يلا خلي بالك منك يا زكي. حسن اهم حاجة انك تبقى دياب، تعيش دياب مش تعيش عزوز. عزوز ده الفاتورة اللي كانت لازم تندفع على جمعة، بس الفاتورة تمنها غالي. ولا يهمك يا دياب، ولا يهمك. ما تزعلش على فكرة. بص يا دياب، ربنا سبحانه وتعالى بيخلقنا جوانا الخير والشر. لما بيجي بقى يختارنا للموت بنكسب حاجة واحدة من الاثنين. أخوك ربنا بيحبه، اختاروا انه يموت قتيل مش قاتل. خايف يا أبو جمعة، خايف. خايف أعيش وأنسى دمه. لا، مين قالك تنسى؟ اوعى تنسى دم اخوك. عارف ليه؟ لان دم اخوك ده هو تمن اللي انت فيه. كلها كام سنه كده وهتعرفوا انت الدم ده. لما امك تفهم، لما اهل بلدكوا يجوا ياخدوا الطار ويفتكروك ويقولوا لا احنا لازم نعمل زي دياب. لما تتجوز انت وناديه وتعيشوا في امان من غير خوف ومن غير طار. ناديه انا عملت كل ده عشان انت. لا بالحق، انتوا اتفقتوا على الجواز ولا لسه؟ اتفقنا، بس بعد ما ورد تقوم بالسلام. ورد يا رب يا رب. يا دياب اي نادي هي؟ الو يا نادي. ايه كيف يعني؟ ايه في ايه؟ ورد يا عم جمعه. مالها ورد؟ ماشي تعال. ملوش لازمه كل اللي بتعمله ده يا حسن. قالي كده كده ميت. كده كده ميت ايه؟ انت هتعيش انا هتعيش. انا مش هينفع اسيبك تروح مني. ما تقلقش. مين قال لك ان انا عايز اعيش؟ قالي كل حاجه اتمنيتها في الدنيا ما عرفتش اعملها. اعيش ليه؟ واعيش لمين؟ حتى فضلك راحت مني. أنا كنت نفسي أشوفها قبل ما أموت وأقولها قد إيه أنا عشقتها. تعرف يا حسن،
أنا لما عرفت إنها طارت فتحتها أنا قلبي وجعلي كنت عايز أطلعه وأطبطب عليه بس فرحت. أكيد اللي خدته دي أحسن مني وهيعيشها أحسن مني. مش مفروض أفرح يا حسن؟ مش مفروض اللي بيحب حد يفرح له؟ ده حسن كان عندك حق في كل الكلام اللي انت قلته. أنا لو كنتش عشت جمال وجنب الحياة وخايف ما كانش ده هيبقى حالي. كنت مفروض أعمل زي ما انت عملت، أنتقم من كل اللي ظلمني وجه علي. يا عبد المعطى، انت عملت الصح. كفايه انت حافظت على روحك وخليتها نظيفه وسط عالم وسخ عايشين وسطيه. كفايه انت عملت اللي انا ما عرفتش اعمله طول عمري. انت هتعيش، هتعيش يا عبد المعطى، ما تقلقش. فاكر لما دخلت السجن اول مره وضربوني؟ مين اللي كان قاعد جنبي طول الليل بيعالجني؟ مش انت؟ ساعتها انا كمان كنت حاسس اني هموت، بس الله حكم، فضلت عايش. ما تخافش، هتعيش. تعرف يا حسن؟ قال لي لو ربنا كتب لي عمر جديد، قال لي مش عايز اعيش فرخ تاني. مش هتعيش فرخ، هتعيش بقلبك الطيب النظيف اللي زي الفل. بعدين يعني انت لو مت هتنطط بقى على مين؟ مين هيعمل لي شاي وقهوه وكل هدومي؟ ها؟ مين؟ هتعيش يا عبد المعطي. سيبك من الكلام ده يا حسن. الدنيا لسه حلوه. انت لازم ترجع لورد. هي محتاجه لك دلوقتي اكتر من اي وقت في الدنيا. ارجع لها يا حسن. نفسك عبد المعطي، سمع الله زي ما تيجي تيجي. راح انت بس نفسك ما تتكلمش كتير. عبد المعطي عبد المعطي رد عليه. عبد المعطي عبد المعطي